عقد الرئيس السيسي لقاء مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنت بشرم الشيخ. وشهد اللقاء تباحثا بشأن تداعيات التطورات العالمية، خاصة ما يتعلق بالطاقة واستقرار الأسواق والأمن الغذائي، فضلا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال خلال يوم واحد. وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن من بين المنشآت التي تم قصفها منظومتي إطلاق صواريخ متعددة ونظام صاروخي مضاد للطائرات وثمانية مستودعات صواريخ تحتوي على أسلحة وذخيرة مدفعية ومئة موقع لتخزين العتاد العسكرية. طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي بفرض مزيد من العقوبات على روسيا. وشدد زيلنسكي في كلمة ألقاها أمام البرلمان الإيطالي عبر الفيديو كونفرنس على ضرورة أن تشمل العقوبات تجميد الأصول المالية الروسية لممول الحرب ووقف استيراد النفط ومنع السفن الروسية. وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده تعد بوابة لأوروبا، محذرا من أن الوضع سيصبح أكثر صعوبة إذ تمكنت موسكو من دخول المزيد من الدول. هددت الصين بالرد بالمثل على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من المسؤولين الصينيين على خلفية ما وصفته بانتهاكات لحقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن البيان الأمريكي مليء بالتحيز الأيديولوجي والأكاذيب السياسية ويشوه سمعة الصين ويقمع المسؤولين الصينيين دون سبب، موضحا أن ما فعلته الولايات المتحدة ينتهك القانون والأعراف الدولية ويمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية لبكين. استقبل الرئيس الباكستاني عارف علوي وزير الخارجية سامح شكري الذي نقل تحيات الرئيس السيسي له، وأعرب عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. جاء ذلك على هامش مشاركة شكري في اجتماع مجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في باكستان، والتي أكد خلالها أنه لا حل للقضية الفلسطينية دون إنشاء دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى رفض مصر أي إجراءات أحادية تقوض حل الدولتين. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 109 قضايا تموينية بمضبوطات أكثر من 479 طنا مواد غذائية وغير غذائية. وشملت القضايا حجب السلع واستيلاء على سلع مدعومة والبيع بأزيد من السعر الرسمي، فضلا عن قضايا حجب مواد البناء وحديد التسليح.